لاحظوا باللي في العصر الحالي ترافق امراض اخرى هي النرفزه. النرفزه لاحظوا انه هذه الامور اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بها، حتى طريقه شرب الماء عندها اثر نفسي حتى على تهذيب سلوك الشخص ونفسيته. اكيد اكيد اللي اكثر هدوء اكثر اتزان. نحن تحت ضغط مستمر، والصوم هو مستشفى كبير كبير كبير، والماء هو الدواء، وطريقة تناوله هو طريقة تقسيم الدواء في اليوم. أكيد دكتور. دكتور شوفوا، منظمة الصحة العالمية توصي الإنسان في الأيام العادية بشرب 3 لترات. 3 لترات من الماء. سبق أن قلت لك باللي حتى الغذاء فيه ماء، حتى الفاكهة فيها ماء، يعني هذا المنصوص عليه. ولكن الإنسان يعني في العموم الشيء ما لازمش يهبط تحت 1.5 لتر، لانه راح يعرض الكلى تاعو الى القصور، راح يعرض الجسم تاعو ينشف، راح مخه ما يجتمع. المخ لازم يعمل في البحر في الماء. الجنين لما يتكون يكون في هذاك الليكيد امنيوتيك، السائل الامنيوتيك هذاك لازم يكون بكميه معتبره باش يقدر يصبح الاعضاء تنجم. هذا دليل باللي كل شيء عنده ارتباط بالماء. الكره الارضيه الماء هو 5 مرات اليابسه، ان لم يكن 10 خطرات، او نسيت الجغرافيا. ولكن الان شيء كبير، شيء كبير، يعني الماء هو الاساس. وحتى في جوف اليابسه هناك ماء، هذيك اللي قلت لك ربما 10 في جوف اليابسه، هناك مياه، هناك انهار في القارات، هناك مياه سطح، هناك انهار، هناك محيطات، في هناك بحيرات تاع المياه. حتى هذيك اليابسه ليست يابسه. نفس الشيء بالنسبه للماء، الماء البحت اللي نشربه باين حبذا. نحن نتحدث هنا عن الماء البحت، الماء سواء كان تاع الماء تاع الروبيني ولا الماء تاع اللي نشروه. المهم المياه لازم تناولوها بكثره. لما نتناولوا العصائر، اذا كان العصير طبيعي. ولكن في النقطه نفسها اعتذر عن المقاطعه، دكتور شرب المياه حتى عنده هو ابجديات، ولاحظوا فيه ظاهره عادات، ما نقولوش ظاهره، فيها عادات تاع اشخاص مثلا في وجبه الفطور تاع الصباح او الغداء او العشاء وسط الاكل يشربوا الماء. فيه دراسات طبيه تقول هذا خطر لانه يؤدي الى تخمر في المعدة. من المفروض أن يكون بعد الأكل، شحال يكون بعد الأكل شرب الماء أو قبل الماء أو قبل الأصل في الماء؟ أنه ربي سبحانه في القرآن قال لك كل واشرب، كل واشرب، حتى أنا حتى قدم الأكل والشرب، يعني كل واشرب. كيفية الشرب اختلف العلماء المسلمين والإعجاز وغير الإعجاز. هؤلاء يقولون إعجاز وهؤلاء يقولون إعجاز. الطب يقول تناول الماء.